قد تعاني أحياناً من مشاكل مثل بطء الشبكة على الإنترنت أو اختراقها أو حتى عدم اتصالي البلوتوث في اللابتوب. ما هو الحل الأسرع لحل هذه المشاكل؟ إنه إعادة تهيئة إعدادات الشبكة على ويندوز. لمعرفة الطريقة تابع الشرح التالي. افتح الإعدادات أو سيتينجز. يمكنك فتحها عن طريق الضغط على زر ويندوز مع الحرف I من لوحة المفاتيح. اضغط على إعدادات الشبكة والإنترنت أو Network and Internet. ستظهر كل إعدادات الشبكة. من هنا اضغط على مستكشف أخطاء الشبكة ومصلحها أو Network Troubleshooter. سيبدأ في البحث عن المشكلة لإصلاحها. بعد ذلك سيسألك عن محول الشبكة الذي تواجه فيه المشكلة. حدد محول الشبكة الذي تواجه فيه المشكلة من بين هذه الخيارات، ثم اضغط على التالي أو Next. سيبدأ في عملية الفحص مرة أخرى. بعد ذلك سيسألك عن نوع المشكلة التي تواجهها في الشبكة، وسيكون لديك خياران. الأول، أحاول الوصول إلى موقع ويب أو مجلد ما على الشبكة، والثاني، أن لديك مشكلة أخرى. اضغط على الخيار الثاني، لدي مشكلة أخرى، أو I have a different problem. بعدها سيظهر خياران آخران. الأول يتيح لك السماح لأجهزة أخرى الاتصال بجهاز الكمبيوتر الذي يواجه المشكلة، والثاني الاتصال بالشبكة في مكان عملك باستخدام الوصول المباشر أو Direct Access. لو لم تستطع حل المشكلة عبر أحد هذين الخيارين، أغلق النافذة وافتح نافذة موجه الأوامر CMD، اكتب فيها الأمر ipconfig/flashdns، ثم اضغط Enter واكتب الأمر netsh-winsock-reset واضغط Enter، ثم اكتب الأمر الثالث netsh-end-ip-reset، ثم اضغط على زر Enter. بعدها افتح إعدادات الشبكة مرة أخرى واضغط على إعادة تعيين الشبكة أو Network Reset. اضغط على إعادة تعيين الآن أو Reset Now. سيسألك إذا كنت متأكداً من إعادة تعيين إعدادات الشبكة، اضغط نعم أو يس ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.